كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. في إطار الدخول المدرسي اللي كيشهد هذه السنة حملة تلقيح واسعة بين الفئة العمرية 12-17 سنة لضمان مناعة جيدة، وعلى أساس يكون نمط حضوري كما أكدت البلاغات الوزارية. وفي هذه الأجواء هذه كنستقبلوا التلمذات وكنحتفلوا بعيد المدرسة على أساس تكسير الروتين اللي خلقته جائحة كوفيد. وكنتمنى أولا كنشكر الشريك ديال المؤسسة في جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في حضورهم وفي تعبئتهم أولا لعملية التلقيح التي كانت ناجحة، والأعداد اللي سجلها مركز الثانوية التأهيلية محمد الخامس كان مركزا في مستوى المطلوب، وكذلك استقبالهم للوليدات ديالنا على أساس تكون سنة موفقة بتطلعات النتائج جيدة جدا. اليوم احنا فرحانين بزاف بالدخول المدرسي، وحفزنا الطلبة كلهم بواحد الجو هاي نشيط، وحضرنا حتى الاخوان الافارقه اللي كان اعتبرهم حتى هما واحدين منا، وتشرف الطلبه كلهم بالدخول واحترام جميع التدابير الاحترازيه، وكل شيء فرحان الحمد لله ولله الحمد، وكنتمنوا التوفيق للجميع وشكرا. كما هو معلوم على ان المتعلمات والمتعلمين هذه السنه الفارطه عاشوا اجواء اللي طبعتها نوع من التمييز، اجواء اللي طبعتها كورونا كوفيد 19، وايضا طبعت التعليم عن بعد ومجموعه من المتغيرات الاخرى الاجتماعيه والنفسيه. فلذلك ارتأينا الطاقم الاداري لمؤسسه او لثانويه التاهيليه محمد الخامس بالصويره باش نستقبلوا التلمذه ديالنا في اجواء احتفاليه، ونشطوا معاهم ونحاولوا نخرجوهم من ذاك الجو اللي عاشوه طوال هذه الايام اللي ما تحقوش فيها بالمؤسسه ديالهم. والحمد لله كان الاستقبال رائع، داز في احسن الظروف في احترام تام الشروط الصحيه والتباعد الجسدي والوقائيه، وايضا كانت استجابه وكانت مجموعه من التصورات الايجابيه ومجموعه من ردود الفعل الايجابيه من التلمذات. بعد ما شاهدنا الاجواء التي كانت صعبه جدا في اجواء كورونا والتعليم عن بعد، كان الدخول المدرسي هذا اليوم كان جد رائع بعد الاجواء الاحتفاليه.